الله على صباح زوين، توحشت نفيق حتى انا معطله وندوز كون جيب حالي بحال كاع عباد الله. ولكن شكون خلاك؟ تليفون كيصوني. الو سعد، صباح الخير. وهو يقول سعد، اش من صباح الخير؟ واش اختك خلات شي واحد يشوف الخير؟ غادي تلقاي حل هاد المهزله ولا غادي ندير اللازم، فهمتي؟ قلت له اسعد، هذا اول نهار عندي في الكونجي وغدا نبدا الخطه. قال ماشي سوقي، عندك شهر بالضبط، ما رجعاتش اختك عارفي غادي ندمر مستقبلك الزين، اولادها عمرها ما تشوفهم، وهذا الشيء طبعا غيكون عنده تاثير على والديك. اقطع. كنقول الو الو، احرام عليكم، شنو ذنبي انا؟ ياك اختي مولات هاد الشيء، انا مالي؟ وقبل ما نبدا لكم في القصه، كنتمنى منكم اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس، وما تنساوش اللايك. نعرفكم على راسي، انا عندي 25 عام، سميتي جميل، وكل شيء كيقول اسم على مسمى، طويله وشعري عسلي بحال اللون دعينيه، بشره مفتوحه شويه، عايشه بوحدي في شقه متواضعه في مدينه بعيده على والديا بحكم الخدمه ديالي. ونسيت ما قلت لكمش، انا صحفيه، كنتبع داكشي ديال الفنانين والفنانات بحال ايتي بالعربي الا كتفرجوا فيه، خدامه مع مجله في طور النمو. المهم دايره بلاصتي، وخلصتي هزاني وهزه والديا الحمد لله. ودابا غدا نعود لكم على حكايتي مع سعد سباب عذابي. سعد هو راجل اختي ساميه. سعد وساميه عندهم وليد وبنيته، وعايشين بحال اي كوبل مثالي، حتى النهار اللي عيط ليا سعد الشركه ديالو وقال ليا بانها هربات من الدار، وقالت له باللي راها كتبغي نجيم اللي كان شحال هادي الشريك ديالو في الشركه، واللي كان من قبل صاحبه الروح للروح. ديك الساعه انا تصدمت وما بقيت عارفه شنو ندير، ورغبته انه يخلي الهضره سر بيني وبينه وما يقول والو لبابا وماما، لحقاش تقدر توقع ليهم شي حاجه. ووافق على هضرتي، ولكن بشرط انني نعاونو باش ترجع ليه ساميه، لحقاش خاف على السمعه ديالو، بالاضافه الى انه اكتشف باللي بصح كيبغيها وما يقدرش يعيش بلا بيها. وبحكم هاد السيناجيم ما كيعرفنيش، فالخطه اللي رسمنا انا وسعد عندها احتمال كبير تنجح. حاولت قلبت على هاد نجيم باش نتعرف عليه اكثر، وتفاجأت بأنه رجل أعمال مشهور وخانز فلوس، ومن نهار تفارق مع راجل اختي ولا لباس عليه، عكس سعد اللي ديما اللور اللور. ولقيت باللي استضفوه بزاف د البرامج، وفعلا هو كيبان واحد الشخصية اللي رائعة. دخلت للطوموبيل ديال الخدمة وبديت كنكتب الاستقالة ديالي اللي غدا نقدمها للمدير اللي مسكين غادي يتسطى إلى سمحها. هذه هي الخطوة الأولى ديال الخطة. دخلت المقر العمل، كنحاول نمثل باللي أنا فرحانة، ولكن بصراحة كنت محطمة من الداخل، حقاش الصحافة كانت حلمي، ولكن اختي ضيعت كل شيء بالتهور ديالها. وصلت عند سلمى الكاتبة ديال المدير وقالت جميلة مالكي ضربك الشمس؟ قلت ليها لا واه ضربني الضو، واش المدير مثالي؟ بغيت نشوفه. قالت ياك لاباس، ياك ماشي كريدي عاود تاني. قلت ليها يا لطيف ما كتقاديش، سربي راني زربانه، قولي له راه بغاتك جميله. والله يا اختي لا تحركت حتى تقولي ليا. قلت ليها صبحنا على الله، بغيت نقدم استقالتي. غوتات سلمى وقالت شنو هو استقاله؟ قلت ليها راني غدا نخدم مع راجل اختي، عييت من هادشي الصحافة. وهي تقول ولكن. هو قاطعها واحد الصحافي سميتو عادل معايا في الخدمة وقال وانا كنقول مال البيرو منور، ساعة جميلة هنا. وهو يقول عادل ما سخيتيش بالخدمة ولا؟ قلت له لا، غير جيت باش نعرضكم العرسي. عادل بقى مصدوم وكيشوف وقال علاش فوقاش تخطبتي؟ قلت له البارح وراجلي زربان على العرس، قلت نجي نعرض على صحابي وحبابي. وهو يقول لي الله يكمل بالخير. وخرج عادل وبقى فيا، الصراحة هو ولد الناس، وعيا ما يلمح ليا بالزواج،
ولكن كيجيني ثقيل على قلبي. دقيت الباب ديال المدير. وي تفضلي، قلت له صباح الخير مسيو فيصل. قال لي انسه جميله بلا شكليات، قولي فيصل ودخلي في الموضوع، شنو خاصك؟ قلت له حفظتيني، هاد المره ما بغيتش كريدي. فيصل هز راسه وشاف فيا وقال مالك ياك ما مريضه؟ قلت له لا صراحه بغيت نقدم استقالتي حيت. هو قاطعني، ياك ماشي واحد اداك. قلت له لا ولكن. هو يقول اكيد كتضحكي معايا. جاوبته بجديه وقلت له انا بصح غنقدم استقالتي وغنخدم في واحد الشركه حيت المهنه الصحافه ما بقيتش قادة نعطي فيها. وقال فيصل وفين احلامك وطموحاتك؟ قلت له سي فيصل انا مصر على هذا القرار وما غنتراجعش فيه. قال لي انت حره، واخا المجله غدا تخسر وحده من الصحفيات المتالقات. كنعتذر بصراحه ولكن شاءت الاقدار. فيصل عنقني وقال نتمنى لك مسيره موفقه. بادلت العناق واعتذرت مره اخرى وخرجت من بعد ما حطيت سوارد ديال الطوموبيل وتوادعت مع اللي خدامين معايا. خرجت محطمه وكنبكي حيت في هاد اللحظه دفنت بايدي مستقبلي واحلامي، كل شيء بسبب اختي الانانيه. وهو يصوني سعد عاوتاني، قلت وي الو. قال درتي داكشي اللي قلت لك؟ قلت له اه راني يلا خارجه دابا. قال قدامك واحد الطوموبيل بيضه، شيفور غيعطيك السوارت باش يسهل عليك التنقل، وراه غتلاقي الفلوس تما راه غيقدوك باش تقداي لباس رسمي وانيق وداكشي اللي خاصك. ومع الجوج عندك مقابله في الشركه ديال نجيم، راه دايرين اعلان خاصو مساعده. قلت له والا ما نجحتش؟ وهو يبدا يغوت تفو على التشاؤم، انا هضرت مع المعارف دياولي والسي في ديالك غيقضي الغرض، راه كاين تحت الكرسي في الطوموبيل ما تنسايش. قلت له واخا كون هاني. وهو يقول لي وها احنا غنشوفه واش غنتهناو. اقطع ديما كيقطع عليا بلا ما يعلمني. شفت الطوموبيل وانا نحل فمي، وجا عندي الشيفور ومد ليا السوارت ومشى وركبت فرحانه. توجهت لواحد المول وهزيت الفلوس ومشيت تقديت شلا حوايج، ما خليت ما شريت، حطيت داكشي في الطوموبيل ومشيت للدار. دوشت ونشفت شعري واراكلت قياس الحوايج، وفي الاخر لبس ودرت ماكياج وخرجت. وبدا التليفون كيصوني، قلت سعد هاني غاده. جاوبني هبطي انا لتحت غادي نوصلك. هبطت لقيته في باب العماره، ركبت حداه بلا كلمه بلا جوج. وهو يقول فين كنتي مخبعه كاع هادشي كامل؟ شفت فيه شوفه ناقصه وما جاوبتوش. مد ليا السيفي وانطلق، ما حبس حتى لحدا واحد البنايه قد الصخر، وانا نغوت كيفاش غنعرف انا منين غنمشي في هاد البلاصه. وهو يقول مالكي صمكتيني، راه هو الباب غتمشي للسيكوريتي، قولي له عندي مقابله وهو غيديك. وبدون جواب اهبطت وتوجهت للباب ودرت داكشي اللي قال لي. وداني السيد لاسانسور وقال لي طلعي للطابق الخامس. داكشي اللي درت ملي وصلت لقيت ثلاثه د الكاتبات وواحد الباب كبير يدخل عشرة مني وشيمونيكات مستفين. عرفت باللي حتى هما غادي يدوزوا المقابله. مشيت لوحده من الكاتبات وعطيتها السيد. انا شدتني التبوريشه والخلعه حيت وقيل نجيم هو اللي غيدير لينا المقابله، ناري ويعرفني ولا تكون معاه اختي. مشيت فيها بقيت ندي ونجيب في الهضره بوحدي، حتى تلفت ما لقيت حتى وحده حدايا. والكاتبه كتعيط عليا وتعاود وهي تقول واش انتي صمكه؟ جاوبتها وانا مرتابكه وقلت سمحي لي راه كنت ساهيه. وهي تقول لي الكاتبه تفضلي. دخلت وكانت اللجنه متكونه من ثلاثه ديال الرجال والحمد لله ما كاينش نجيم. دخلت كلي ثقه في نفسي، جلست وهما بقاو حالين فمهم فيا. ونطق واحد فيهم وقال مسيو نجيم ما كيهموش الجمال والمشيه بقدر ما كتهمو القدرات والمعارف. قلت له نتمنى نكون عند حسن ظنكم. تاني هو كيطالع على السي في ديالي وقال تبارك الله عليك السي في عامر. بداو كيسولوا وانا كنجاوب، حسيت براسي عجبتهم وشكروني
وخرجت، وهي تقول لي الكاتبة: مادموزيل جميلة، إلا تقبلتي غنتصلوا بك هاد العشية، يعني غدا مع تسعود تكوني هنا، وإلا ما صونيناش ليك يعني ما تقبلتيش. قلت لها واخا شكرا، وخرجت وشديت تاكسي للدار. طيبت من ناكل وضربتها بتدويشة وطح الدودة. ضربتني الفيقة مع السبعة ديال العشية، والتليفون غادي تطرطق. معيط لي سعد شي 20 مرة وشي جوج نمرات ما عرفتهمش، واحدة فيكس والأخرى بورتابل، غيكونوا غير الشركة. وبدون تردد صنيت في الفيكس، حتى واحد ما جاوب. وعاودت النمرة ديال البورتابل وجاوبتني امرأة وقالت ألو. قلت ليها ألو سمحي لي صنيتوا لي دابا. قالت: مدموزيل جميلة، معاك الكاتبة دمسيو ناشين، علاش حنا غير صونينا عليك، ابقى لينا غير دقيقيا نجيبوهم، المهم راكي تقبلتي معنا، غدا مع تسعود تكوني في الشركة. قلت ليها واخا شكرا بزاف. قطعت معها وقلتها لسعد. فقت في الصباح مع ستة، وجدت راسي وهزيت ساكي وخرجت، شديت تاكسي والطريق كامل وسعد كيصوني لي ويعاود. وصلت مع 8:30، لقيت غير شي موظفين قلال، وطلعت البلاصة فاش درنا المقابلة، لقيت غير بيرو واحد، ما بقاوش ثلاثة، والدنيا كتصفر. حتى جات الكاتبة، قالت لي صباح الخير جميلة، سميتي سنة؟ قلت لها صباح الخير. قالت وصاني سي ناشيم نوريك خدمتك، غتكوني المساعدة ديالو، أول حاجة خاصك تكوني في البيرو مع تسعود، وهو كيجي مع تسعود ونص، قادي الملفات والمواعيد ديال الاجتماعات والقهوة ديالو، وتسناي أوامره، كوني هانية. دخلت البيرو وقلبت دفتر المواعيد ديال الاجتماعات، سجلتهم وبقيت جالسة في الكرسي ديالو كنتصور إلا عرفني شنو غيدير ليا. في هاد الأثناء سمعت الباب تحل ودخل واحد الملاك، فين يبانو التصاور اللي شفت. وقفت مرتبكة وهو لاحظ ارتباكي وقال بابتسامة ماكرة: مالكي شفتي جن؟ قلت له اسمح لي غير تفزعت، انا جميلة المساعدة الجديدة. قال لي عارف، ما محتاجاش تقولي لي، جيبي لي القهوة ديالي. وخرجت وقلت تفو على متعجرف، اللي شاف وجهه ما يقولش عليه متعجرف، الله يخليها سلعة. سيري يا اختي، الله ياخد فيك الحق، خليتيني ندل قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. وهو يصوني سعد. الو، قال لي واش دخل؟ قلت له اه عاد دابا جا. قال حاولي تعرفي فين سكنها. قلت له ولكن راه مازال ما عطانيش فرصه حتى نهضر معاه. قال لي سمعي يا لالا، انا ماشي سوقي، اللي عليا درته وصلتك حتى لعندو، راه عندك شهر، وكل ما تعطلتي ماشي لصالحك. قلت له وراني عارفه. وهو يقطع التليفون. يا سيدي يا ربي، اش هاد الشيء فاش راني. هزيت القهوه وديتها دغيا لسيهم ناشيم، دقيت الباب وما ردش عليا، وعاود دقيت والو، وانا نحل الباب وقلت سي ناجيم دقيت الباب وها القهوه ديالي، ما جاوبنيش. قلت بالنسبه للمواعيد، وهو يقول ملي غنبغيك غنعيط لك. خرجت وسديت الباب وبقى فيا الحال، لحقاش حسيت بالاهانه. خرجت حدا سناء وقلت نجبد ليها لسانها، يا اختي سي ناجيم صعيب شويه. قالت وعلاه غير شويه، راه بزاف. قلت ليها يحسن عوان مراته، وهي تقول لي علاه هو مزوج، راه حتى وحده ما غتقبل عليه. قلت ليها ويلي هاد الزين كامل وما تكونش عنده حبيبته. قالت لي سناء على ما عارفه ما عندوش مع الجنس اللاطي، وانا نقول له لا يوريك راه عنده غير مع الجنس المتزوج. وهي تقول لي سناء شنو قلتي؟ قلت والو والو، اكتشفت باللي سيهم ناجين مخلي علاقته باختي ساميه سريه، وحتى واحد ما عارف شي حاجه، هذا كيأكد انها ما ساكناش معاه في الدار. وهو يصوني على سناء وقال لها قولي للمساعده تدخل. حليت الباب وهو كان حاني على شي وراق، وغير دخلت وهو هز راسه كيشوف فيا، ويلي مالي وليت هكا، غير كيشوف فيا كنبدا نتفتف. قال تفضلي يا انيسه وقولي المواعيد اللي عندنا. قلت له مع 12 غدا مع الشركاء ديالنا في امريكا. وهو يقول
طبعا غتكوني المترجمه. قلت له بطبيعه الحال، ومع الثلاثه عندنا اجتماع مع شي خليجيين، ما عرفتش محتوى الاجتماع. قال سولي سناء وخذي من عندها المعلومات اللازمه وحدي مكان الاجتماع وعلميهم. قلت له واخا مسيو ناشي. قال لي تفضلي، ومشيت ودرت داكشي اللي قال لي كامل. وصلت 11:30 ومشيت للتواليت، قديت ماكياجي، رجعت لحدا سناء وما لقيتهاش، ولكن لقيته هو واقف وحقد غباشته وقال ياك ما غنبقى مقابلك بحال شي دريه صغيره. قال لي طلقينا وهزي الملفات وتبعيني للطوموبيل. ركبنا انا وياه اللور والطريق كامله وحنا ساكتين، ومره مره كيدير فيا شي تخنزيرات كيخلعو. وصلنا للمطعم وكان راقي وزوين، وجلسنا في البلاصه اللي حاجزين لينا. شويه جاو ثلاثه ديال الرجال اجانب، عرفت باللي هما اللي عندنا معهم الاجتماع. جيت نوقف نرحب بهم وهو يهضر تحت سنانه، شدي بلاصتك، مال هذا، بغيت ندير غير الصواب. بقيت ساكته، وقف هو وسلم عليهم وبدل بلاصته وجا جلس حدايا. انا بقيت غير حاله فمي. بدينا الاجتماع وانا خدامه غير كنترجم ونعاود، وفي الاخر سنينا الصفقه وكان ناجين باين فرحان، حيت حسب ما فهمت الشركه ديالو غتزيد توسع بامريكا. سالينا الغدا وبدينا كنتواعدوا معاهم، وانطق مارك وقال ابهرني الجمال ديالك. قال لي واش مرتبطه؟ وقبل ما نجاوب جاوب نجيم وقال احنا واقيلا دابا في الخدمه. بقيت مصدومه، ماشي حيت جاوب في بلاصتي، ولكن هضر بالانجليزيه، هو عارف اللغه وخلاني كنطبخ ونترجم له. ولكن الصراحه عجبني الحال، كون ما تدخلش ولا راني حاصله في هذاك الشارف. وندمت اللي قديت كمارتي، ومشاو في حالهم وبقينا انا وياه الراس في الراس، حيت الاجتماع الاخر غيكون في نفس البلاصه. بدا هو كيقرا في الجورنال وانا جلست كنخربق في التليفون وكنقرا جديد المجله. شويه وهو يصوني ساعه، نط بالزربه وجاوبته الو راه كاين حدايا ياك لاباس. قال لي يا سعد غندوز لك اميمه وادهم، هضري معاهم راه تيبكي وتوحشو امهم. هي تقول لي يا اميمه خالتي توحشت ماما. قلت ليها الغزاله ديالي ماما راها مشات الخدمه وراها فاش غتكون جايه غنجي معاها وغنجيب لك كادويات بزاف. وهي تقول شكرا خالتي كنبغيك بزاف. قلت ليها حتى انا كنبغيكم دوزي ليا ادم. وهو يقول لي خالتي فوقاش غتجيو؟ قلت له قريب بصح وعدني ما تخليش اختك تبكي. قال لي كنواعدك وراني توحشتك. قلت له حتى انا توحشتك حبيبي بزاف وقريب غنجي. درت وانا نلقى نجيم واقف مورايا دغيا قطعت وبقيت كنشوف فيه. وهو يقول لي من نهار الاول توحشتي راجلك. قلت له ولكن انا ما مزوجاش. قال لي ما سولتكش، ومشى وخلاني واقفه. تبعته وجلست في الجهه الاخرى من الطابله وقلت له انت كتعرف الانجليزيه وخليتيني نبقى نترجم ليك قبيله. قال ضروري خاصني نختبر المعارف ديالي، وانا نقول له كنتمنى نكون قمت بالواجب. هو يقول لي قمتي به حتى لدرجه بديتي كديري ركن التعارف. قلت له هو اللي جبدني. وقال كون جمعتي عينيك ما كانش غيتصرع عليك. قلت زعما عيني زايغين ولا شنو؟ نوضي الا كنتي غتقضي شي حاجه. بقات 10 ديال الدقائق للاجتماع ما جاوبتش وبقيت جالسه. جاو دوك الخليجيين وبدينا نتناقشوا ونتفاهموا معاهم. مثلا الاجتماع حتى الستة خرجنا وكلشي مشى لسيارته الا انا بقيت كنشوف. جال عندي عبد الله واش تبغي نوصلك في طريقي؟ قلت له لا شكرا غناخد طاكسي. قال لي ماشي مشكل تفضلي. خرج هذاك نجيم كيشي سخط، قال له شكرا سي عبد الله على ذوقك، ولكن هي راه بامانتي ولازم انا اللي نوصلها. قال له اللي تشوفوها استاذ نجيم. مشى في حاله وانا بلا ما نهضر مشيت ركبت في الطوموبيل اللي جابتنا في الطريق. تفكرت شي وراق قالت لي سناء باش نعطيهم للنجيم يسنيهم ضروري حيت غدا عيد ميلاده وما غيجيش للخدمه. وطاحت في بالي خطه وما عطيتهمش لي، وعطيت العنوان للشيفور ووصلنا.
وقلت له شكرا وتصبحوا على خير، وهو يقول لي يا ناجين غدا ما غنجيش للخدمة، الغي كاع المواعيد وحتى انتي بلا ما تجي. قلت له واخا، وقال لي هنا فين ساكنة؟ هاد البلاصة فيها الكريساج معروفة هنا وما غيوصلني حتى شي واحد. باقا كنهضر ولقيته واقف حدايا وقال لي انتي خدامة معانا، يعني سلامتك كتهمنا. وانا بقيت ساكتة. وباز لهاد بنادم الصباح في شكل والليل في شكل، وصلني للشقة وبقى واقف حتى سديت الباب، وانا نمشي بالجري للشرجم باش نطلع عليه. شفتو غادي للطوموبيل، هز راسو وشافني وبدا كيضحك. ويلي 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 على شوها، شوهت صافي وتلاحيت فوق الناموسيه كنفكر النهار كيفاش داز. وناجيم كنفكر في ابتسامته وشوفاته، ناري غدا نتسطى شويه وانا نصرف وجهي. هذاك راه عايش مع اختك، انا خاصني نرجع اختي لعقلها وترجع لولادها. اطفيت الضو ونعست. الصباح ملي كانت 8:30 صونيت لسناء وقلت ليها سناء البارح تعطلنا في الاجتماع وما عطيتش لسيناجيم الوراق يسينيهم. قالت لي ما تقوليهاش، راه ضروري يكونوا واجدين اليوم. قلت ليها وشنو المعمول؟ قالت غنصيفط ليك رقمه الخاص وقولي هالو، ما فيا ما يسمع غواتو على الصباح. قلت ليها ما بقيتش فيك واصلا غيكون باقي ناعس. قالت لي قال لك ناعس؟ راه السيد 6 الصباح كيكون فايق. قلت ليها ويلي، المهم صيفطي لي النمره. وقطعت. مشيت صيفط قهيوه ووصلتني النمره وانا نركبها وصونيت. شداتني الخلعه وهو يقول الو شكون معايا؟ قلت له انا جميله المساعده ديالك. قال كاين ما نقضيو؟ هاد النهار ما كاينه خدمه. قلت له غير واحد الوراق خاصك تسينيهم وسناء حشمات تقولها لك. لصقتها في سناء مسكين. قال هي حشمات وانتي وجهك مقصدر. زنقت وقلت لا غير. وهو يقول لي مع الربعة غيجي عندك الشيفور وجيبيهم لي. قلت له واخا شكرا. واخيرا غدا ندخل لدارو وغنقدر نتلاقى مع اختي ونتهنى من هاد الحريرة كاملة. صونيت على سعد وقلتها لي وعجبو حتى هو الحال. اما ناجيم قال فقت هاد الصباح بكري ودرت سبور شويه ولا صوره جميله بغت تحيد من بالي، غير كنشوفها كنحس بقلبي فرحان. وفي نفس الوقت تعاملي معها كيكون قاصح، ما عرفتش علاش. من نهار شفتها في المقابله عجبتني ثقتها في نفسها والجمال ديالها، حيت نهار المقابله كنت معلشنا، ولكن مني وصل دورها انسحبت حيت خفت نفرش راسي. صراحة بغيت نعرضها لعيد ميلادي ولكن ما قدرتش، خفتها تفهمني غلط. وأصلا هي كتبغي شي واحد، سمعتها البارح كتهضر معاه. غنكذب عليكم إلا قلت لكم ما كتجينيش منه الغيرة، حتى شفت نمرة غريبة في الرقم ديالي الخاص، أكيد هادو ماشي الخدمة. وقلت آلو ولقيتها جميلة. إذن جميلة غتجي، خاصني نعلمها باش تلبس لباس مناسب للحفلة باش ما تلقاش السبة وتمشي. ساليت المكالمة ديالي مع سعد ومشيت كنقلب على شنو نلبس. هذه هي الفرصة الوحيدة اللي عندي باش نلقى اختي، واكيد هي ما غتفلتش عيد ميلاد حبيبها. داز الوقت دغيا ولبست وهزيت الملف في طبيعة الحال. سمعت الدقان، حليت لقيتو الشيفور احمد. قال سلام مدموزيل، قال لك سي ناجيم باللي اليوم عيد ميلاده وماشي من صواب تجي وتمشي بلا ما تحضري. قلت له اصلا داكشي اللي بغيت. قال شنو قلتي؟ قلت له لا زعما راني درت بحسابي، غير الا جات على خاطرك دوزني لواحد المحل نشري له كادو. قال لي واخا. خرجنا انا وياه ومشينا المحل ديال السوايع. بديت كنقلب وبانت لي واحد الساعه زوينه كيتحل الفوق ديالها وتقدر تخشى فيه اي صوره، وغلفوها ليا ومشينا لدارو. دارو كانت عبارة على فيلا صغيرة. دخلنا ولقيت الجردة مقادة بالطبالي، افهمت باللي غادي يكون الحفل تما. دخلتني الخدامة للصالون وبقيت جالسة كنتسنى شي ربع ساعة وكنحاول نبلاني الدار باش يسهل عليا التقلاب. وبان ليا باللي حس العيالات كاع ما كاين. شوية ناجي مهابط في الدروج
وقفت وهو كيطلع فيا ويهبط، مد ليا يديه وسلم عليا وعطيته الكادو وقال شكرا حدبتي راسي. قلت له هاد الشي قليل في حقك السي نجيب. بدا كيحل فيها وعبر على اعجابه بها ودارها في ايده. اعطيته الوراق وسيناهم وقال لي نمشي للشرطة حتى يجيوا المدعوين. بقيت جالسة وبداو شي شخصيات كيدخلوا وبدات الشرطة كتعمر، وانا بقيت مدرقة في واحد البلاصة باش ما يجي عندي حتى شي واحد. واحد اللحظة بانت لي واحد المرة من اللون بحال اختي، ولكن اللون شعرها مبدل. مشيت دغيا نقرب باش نتأكد، شفتها كتهضر مع نجيم وجا السرباي ومد لي العصير. ملي تلفت لقيت نجيم بوحده وديك المراه اختفات. انا متاكده غتكون اختي هذيك. وهو يصوني لي سعد فينك شنو درتي؟ قلت له سعد واقيلا شفت ساميه. قال لي كيفاش واقيلا؟ واش ما عارفاش اختك؟ قلت له لا راها صبغات شعرها وكانت عاطياني بالظهر. قال لي وسيري عندها شنو كتسناي؟ قلت له راه ما عرفت فين مشات. قال لي غتكون دخلات للدار، طلقي راسك قلبي عليها. قلت وانا نشوف نجيم جاي عندي. وقال لهاد الدرجه ما قدرتوش تفارقوا؟ قلت له لا راه غير. وقال لي كتجي زوينه ملي كتحشمي. مال هذا ياك ما طلعت له اختي في راسه وبغى يدور بيا. خليته تلاها مع الناس ومشيت عند الخدامه وقلت ليها عافاك يا اختي بغيت الطواليت وماشي هادي اللي لتحت حيت عامره وما قادراش نصبر. وهي تقول لي طلعي يا لالا الفوق على يدك ليزر. قلت ليها واخا شكرا ومشيت طلعت بالزربه ولقيت بزاف ديال البيوت. حليت واحد البيت الاول لقيتو بيرو، طليت ولقيتو خاوي واستمريت في التقلاب. اما نجيم كان كيقلب على جميله وما لقاهاش وقال وقيلة ما عجباتهاش الحفله ومشات. سول عليها الحارس ودخل الدار عند الخدامه وقالت ليه راها في الطواليت ما بغاهاش تمشي حتى يهضر معاها. وطلع الفوق يجيب شي حاجه ولقى البيت ديالو محلول. اتخلع كان متاكد بلي شي واحد من اعدائه بغى يهز ليه شي حاجه. دخل بالشويه حتى بان ليه واحد الخيال ديال شي واحد، شدو من دراعه بالجهد وهي تغوت جميله وقال ليها جميله شنو كديري هنا؟ قلت والو غير كنت وسمعت شي حاجه هنا ودخلت نشوف. قال نجيم شنو سمعتي؟ قلت الصراحه احرى ضريتيني في ايدي ما عرفتش شنو سمعت سمح ليا. نجيم تعصب وقال تقدري تهبطي لتحت. مشيت لحدا الناس وقلبي كيستح، والمشكل الكبير هو انني ما لقيت حتى دليل كيبين ان اختي كاينه في الدار ولا حتى دازت فيها، غيكون كيتلاقاها في شي بلاصه سريه. وهو يقول نجيم الا لا جميله راه باقي كنتسنى جواب مقنع، شنو كنتي كديري في بيتي؟ قلت له كيف ما قلت لك راه تخيلت باللي سمعت شي حاجه. وهو يقول ما يمكنش وحده في ذكائك تكون كتخايل. عييت من الكذوب والدخول والخروج في الهضره وقررت نقول الصراحه. قلت له شوف السي نجيم انا كنت كنقلب على اختي. وهو يبدا يضحك وقال كتضحكي عليا، واش كان بان ليك ولد صغير كنرضع صبعي؟ تعصبت وقلت له ما كنضحكش معاك، كنقلب على اختي كاينه عندك هنا وما غنمشي حتى نلقاها. نجيم شدني من دراعي بالجهد وقال ما تعوديش تغوتي عليا، هادي هي الاولى والثانيه راه ما عنديش هنايا ملجا باش تقلبي على اختك فهمتي. انا بقيت ساكته والناس بداو كيمشيو بحالهم ونجيم بدا كيودعهم. جيت نخرج حتى انا وجا عندي وقال ما عندك فين تمشي حتى نتفاهم. دخلنا للصالون وقلت انت ما كتسواش وما كيهمك حتى شي واحد، كيهمك غير راسك وسعادتك واخا تكون على حساب الناس. ودابا بلا هضره بلا جوج قول لي فين ساميه. وهو يقول نجيم ها انت خد ساميه الصحفيه كاع ما قلتي لي راكي صحفيه، كاع هاد الشيء ودرتي كاع هاد الخطه باش تدخلي لداري وتعرفي اسراري. قلت له لاباس لي فهمتي ودابا غتقول لي فين ساميه. مازال ما كملت هضرتي
حتى كنحس بالترفيقة في وجهي وما بقيت عقلة على والو. نجيم كيقول شفتها طاحت وتخلعت، حطيتها في واحد البيت وصيفطت الشيفور يجيب الطبيب، حيت باينه مريضه بشي حاجه ما يمكنش تسخفها ترفيقه. ما عرفتش علاش ضربتها، ولكن حسيت بالغدر، حيت كنت عوال من بعد الحفله نصارحها بشعوري ومجد ليها مفاجاه، ولكن تصدمت بانها هي العدوه اللي كنقلب عليها. شحال هادي جا الطبيب وفحصها وقال سي نجيم السيدة عندها فقر الدم وما عطياش راسها الراحة. قال له نجيم وشنو المعمول؟ قال له الطبيب ترتاح شوية وتاخد الدواء ديالها وكل شي غيكون بخير. قال له نجيم اوكي شكرا دكتور. مشيت لبيتي وبقيت كنفكر في هاد الحريرة. سامية كانت كتهددني بختها الصحفية اللي كتكتب في كتاب على حياتي وغادة تشوهني، وشحال هادي وانا كنقلب عليها. ونهار نبض قلبي وحب لأول مرة تصدمت بأنه بغى العدوة ديالي. إيش هاد الزهر عندي ونتغدى بها قبل ما تعشى بيا. وكان وعدك يا جميلة هادك الحب ديالي ليك غيتحول لعداوة وغادي ندمك، وقدرتي تخدعيني غادي تندمي. فقت صباح لقيت راسي نعسة في واحد البيت. ويلي إيش كندير هنا؟ ياك ما دار لي شي حاجة ولد اللادينة. سمعت الدقان في الباب ونقصت من بلاصتي، حليته وغوت. اشنو درتي ليا؟ بقات الخدامه حاله فيا فمها وقالت لي هاكي قال لك سي نجيم هادو لبسيهم واجي تفطري. قلت واخا شكرا. سديت الباب وحليت دوك الحوايج، لبست وتفكرت تليفوني. ويلي بقى عنده. خرجت من البيت وبقيت غاده حتى خرجت للشرطه. بان ليا جالس في واحد الطبلات وحس بيا ودار عندي وقال الحوايج جاوك ما بيهمش وخلق قميجة واسعة شوية. قلت له عذبتك معايا ولكن علاش حابسني هنا؟ قال لي انا ما حابسكش انتي حبستي راسك. ما جاوبتوش وجلست وبديت كنخشي في وجهي في حين هو كيشرب في قهوته وما مسوق ليش. وقال علاش ما قلتيش باللي راكي صحفية؟ قلت ما جابتهاش لوجيبة. هو يقول لي ماشي ما جابتهاش الوجيبة، وإنما هذيك هي خدمتكم ديما مخبعين وكتنبشوا في خصوصيات الناس. قلت كيبان لي عندك عداوة مع الصحفيين. قال ماشي معهم كاملين وإنما مع شي وحدين اللي كيفتقروا الأخلاق المهنة. قلت مادام هاد الشي كامل علاش ديما متصدر الجرائد وديما كدير لقاءات صحفية؟ قال لي كنديرهم حيت مجبر نديرهم. حسيت بهضرته فيها المعاني ولكن استغليت الموقف وسولته خلينا من هادشي كامل فينا هي سامية؟ قال لي هاديك راه اختك وانا اللي خاصني نسولك فينا هي. قلت ليه قلت لك راني كنقلب عليها والبارح تخيل لي باللي شفتك كتهضر معاها. قال واش ديما كتخيلي بزاف؟ البارح تخيل لك سمعتي شي حاجة وتخيل لك شفتي اختك. قلت له وبوجه بريء قلت له كانت مبدلة وما قدرتش نتأكد. هو يقول لي المرة الجاية تأكدي. حقا انتي وياها كاع ما كتشابهوا، اللي شافكم ما يقولش خواتات. ومشاو خلاني حشمانة اتبعته بالجرة. عافاك بغيت تليفوني باش نمشي. وهو يقول لي ما عندك فين تمشي وجدي راسك دابا شوية خارجي. علاش ناوي هذا أصلا؟ ما عندي أنا ما نوجد. بقيت جالسة تما احتاجة وكان داير الساعة اللي عطيته وباز البارح مصرفقني واليوم لابس ساعتي. ومشلت الطوموبيل وتبعته، ركبت حداه وبقى غادي في الطريق اللي كديل داري. أفرحت قلت هداه الله وغيرجعني لداري. وقف قريب للدار ومد ليا ساكي وتم هابط. قلت له فين غادي؟ انا راه ساكنه بوحدي وما يمكنش تطلع معايا. قال لي وحتى انا ساكن بوحدي وجيتي عندي وبتي من الفوق. زمطني في هادي ولد الهم. اطلعت وبقى تابعني، حليت الباب وهو يدخل ورايا. قال لي عندك 10 ديال الدقائق جمعي اللي غيخصك اليومين. قلت له فين بغيتي تديني؟ شبعتي من اختي وبغيتي تزيدني حتى انا
والله لا كانت ليك. قال لي وعقلك مصخ مع راسه، 10 دقائق وطلقي راسك، راني ما مساليش البلدة ديالك، وبارك عليك من التمثيل، راكي بنتي على حقيقتك. قلت له وزوينة عندك هادي، بعد مرة على راجلها وولادها باش انت تعيش السعادة وعلى حساب بزاف ديال الناس. قال هاد الهضرة قوليها لختك ماشي ليا. قلت حتى انت مساهم في هاد الشي، غتبقى ديما متعجرف واناني. وهو يقول ياك ما بغيتيش تصرفيقة بحال البارح. ما جاوبتوش ومشيت لبيتي وبديت كنجمع داكشي اللي غدا نحتاج. ساليت وانا خارجة لقيتو كيقلب المجورة. قلت ياك ما خدام مع البوليس وما في خباريش. قال كل شي ممكن، كيف ما صدقتي صحفية حتى انا نقد نكون بوليسي. لبست حويجي وهزيت داكشي اللي وجدت وخرجنا للطوموبيل وبقشاد الطريق. قلت له فين دايني؟ قال لي من بعد وغتعرفي. وبقيت ساكتة، عرفتها ما طالعاش ما طالعاش، خلينا نشوفه فين غنوصله. تكيت على جاج الطوموبيل ونعست، حتى حسيت شي ايد كتلمس في وجهي. حليت عيني بان لي نجيم مصدوم وقال راه وصلنا. نزلت ولقيت قبالتي اوتيل زوين جاي في واحد المنطقه معزوله، حتى حاجه مقربه له. دخلنا الاستقبال وسبقني هو وخلاني حايره مع باليزتي الثقيله. جا عندي واحد الولد شهوه منه، قال لي ياك ما نعاونك. قلت له انا مبتسمه واخا. هو هزها ونجيم جا بحال شي طور، حيدها له وجرني من ايدي وطلعنا للفوق. حل واحد الشومبر وقال هذا بيتك وعندك يقول لك عقلك تخرجي، راه ما تلومي غير راسك. قلت له عطيني تليفوني راه بغيته. قال لي ما عندك ما تديري بيه. وزدح الباب ومشى. تفو على بشار، هابس اختي وزادني حتى انا ما نعرف علاش ناوي. دخلت للدوش دوشت ولبست حويجي ونشفت شعري وهبطت لتحت وطلبت من ناكل حيت جاني الجوع. مشيت نخلص قال لي راه مخلص. قلت له عافاك فين كاينه شي صيدليه؟ وهو يقول لي النادي. خاصك تمشي للفيلاج حيت هادي منطقه جبليه وكل شي بعيد. وهي ناري راني في الجبل وما في خباريش، كنت ميته في الطوموبيل ماشي ناعسه. قلت له ممكن تدبر لي على شي واحد يوصلني في الصباح مع 8. قال لي كوني هانيه، غدا في الصباح تلقاي تاكسي كتسناك. دورت معاه وطلعت البيت. اما نجيم كان متكي وكيهضر في التليفون وقال ديك الصحفيه راني لقيتها وساميه مازال ما عارفاش باللي ختها معايا. قال له السيد اللي كيهضر معاه راني سولت فين كانت خدامه وقالوا لي قدمات استقالتها. قال له نجيم هاديك غير خطه باش ما نشكوش فيها. جاوبوا الراجل سي نجيم راه سعد قالب عليها الدنيا وما خلاه فين قلب عليها، وقالوا له في الشركه باللي عندها خدمه برا المغرب. قال نجيم مزيان، المهم دابا وصي رجالك يراقبوا التحركات ديالها، راه ضروري غدير شي حاجه. قال الراجل كون هاني، وراه قالوا لي باللي هبطات دابا شويه القهوه وكانت كتهضر مع النادل وطلعات. قال له نجيم واخا شكرا على مجهوداتك. نجيم بدا كيفكر واش من اللي غنتاقم منها غنقدر ننساها، كل نهار كنزيد غير نبغيها وما كنحملش شي واحد يهضر معاها، غدا غنعرف اش كانت كتعاود مع هذاك النادي. اما جميله كانت تحت هي متكيه وكتقول انا ما عرفتش اش كيعجب ساميه في هذا المتعجرف متسلط وديما مغوبج، واخا شي مرات كنحس براسي معجبه بيه. اوف اش كنفكر هو اصلا كيبغي اختي وخايفني نقول بلاصتهم لسعد، داكشي علاش حابسني هنا. شويه سمعت الدقان في الباب، مشيت دغيا حليت لقيتو الروم سيرفيس. قال لي هذا الطرد المسيو ناجي. قلت ماشي هذه هي الغرفه ديالو، واثار انتباهي الخط اللي مكتوبه به الرساله بحال خط ساميه. هزيتها بغيت نتاكد من الاسم وقريت العنوان، رديتها له ووريتو بيت ناجي وبقيت متبعاه حتى عطاها له. ورجعت نعست فرحانه حيت عرفت بلاصه اختي. فقت صباح بكري دوشت ولبست حوايجي وهزيت الفلوس في الساك وخرجت. لقيت تاكسي كتسناني وركبت.
قلت له ديني الأقرب صيدلية. أما عند نجيم فقال كنت كندير في سبورت صباح. احتبنت لي جميلة هابطة ولابسة داكشي مزير وشعرها مطلوق، جهلت صافي. ما جيت نوصل عندها حتى ركبت في الطاكسي، طلعت بالزربة جبت الكونتاكت ديال الطوموبيل وبغيت نتبعها. أكيد غدا تكون بغات تنفذ خطتها، حيت ختها البارح صيفطات لي كادو ديال عيد ميلاد وكاتبالي رسالة صدماتني، قالت فيها بلي جميلة غتلقات شي حاجة خطيرة عليا وغدا تنشرها في أقرب وقت، وأنا متأكد دابا راها غدا تنفذ خطتها وغندمها على النهار اللي شافتني فيه. في هاد الوقت كنت تابع الطاكسي، شفتها وقفات حدا واحد الفارماسيان ودخلات. ملي وصلت الطاكسي بجميلة للفارماسي قال لي ها احنا وصلنا. قلت ليه شكرا سناني عفاك. قال لي الا لا درت معاك نوصلك، ما قلتش ليك غنرجعك. قلت له شنو هو وشكون غيرجعني؟ قال لي دبري راسك ومشى وخلاني. الله ياخذ فيه الحق. دخلت للصيدلية وقلت السلام عليكم اختي، انا عندي فقر الدم وما خديتش الدواء هادي يومين. وهي تقول لي يا البنت غنعطيك الدواء اللي تاخدي ونزيدك عليه شي مقويات. خديت الدواء وخرجت كنقلب على شكون يرجعني. نجيم قال شفتها خارجه وهزه شي دوايات تخلعت عليها، عندك تكون مريضه ولا ضرها شي حاجه. ولكن دغيا تفكرت باللي راها كتخطط لنهايتي وباغا تشوه سمعتي، كرهتها. بقيت تابعها وبان لي راها غير تالفه. نزلت ومشيت لجهتها، بقيت كندور وما عرفت فين نمشي. شويه حسيت شي حد جرني من دراعي، غوت وطاح الدواء من ايدي. لقيتو نجيم، قلت له واش انت غتبقى ديما تخلع فيا؟ نجيم وهو كيجمع في الدواء اللي طايح قال ما عندي ما ندير لك، انت على سبه ديك الطريقه باش كتجرني تخلي اي واحد يتخلع. قال لي اش كديري هنا؟ قلت ليه وانت مالك تابعني؟ جيت نشري الدواء وما لقيت لي رجعني. قال لي كيسحاب لك غنطيقك بهذه السهوله. قلت ليه انت حر، بغيتي تطيق هي هاديك، ما بغيتيش دبر راسك. قال لي يلا الا بغيتي تفطري. دخلنا لواحد القهوه وطلب الفطور. شي مرات كنحس بيه باللي كيبغيني وكيغير عليا، ولكن ملي كنتفكر انه مع اختي كنلعن النهار اللي تلاقيت بيه. هو يقول لي شنو دارك ياك ما مريضه؟ قلت له عندي فقر الدم وما كنتش كناخد دوايا. قال لي بالشفاء. قلت امين. كل مره كتزيد تحيرني، مره مهتم بيا ومره مكرهني في حياتي. قال ما فهمتش وضحي كلامك. قلت ليه خلينا من هاد الشيء، انت على علاقه مع اختي وهي عندها راجلها وولادها، واش ما بقاوش فيك حس بيهم شويه؟ قال علاش كتقولي لي هاد الهضره، سيري قوليها لاختك ماشي ليا، انا واختك تقطعات علاقتي بها شحال هادي. قلت له شنو زعما تفارقتو؟ اكيد غتكون مسكينه دابا معذبه، داكشي علاش ما قدراتش ترجع لدارها، وفين هي دابا؟ قال واش هي اختي ولا اختك؟ منين غنعرف انا؟ بقيت مصدومه. دابا هو بقى معاها حتى شبع منها ولاحة، يعني هداك الطرد اللي صيفطاتولو يقدر بغا تصالح معاه. وهو يقول لي شنو هادشي لابسة؟ شوفي الناس كيفاش كيحنصو فيك، هذا فيلاج والناس فيه بساط. قلت له انت مالك ضريتك في شي حاجة؟ قال لي من حقي ندخل كتفهمي. قلت له باش من صفة صاحب اختي مثلا؟ جرني من ايدي معصب وقال لي زيدي قدامي قبل ما نحط عليك يدي. رجعنا للوطيل وكنت طالع لبيتي وعيط عليا واجي الى بغيتي تغداي معايا حيت غنغيب واحد النهار هكا وانتي غتبقاي هنا. قلت واخا وطلعت للبيت ودوشت وعواله باش نعرف فين غادي. هبطت مع الدروج وانا نتصدم، شفتو مشى عنق واحد البنت صغيره وكيسلم عليها من الوجه وهز ليها باليزتها. هاي هاي جايب حبيبته لعندو عايش الحياة واختي مسكينة كتعذب بوحدها، ولكن اليوم نفكو هاد الحريرة. مشيت في اتجاههم بالزربة وهو شافني وبقى حال فمه، دارت ديك البنت ودارت فيا شوفة ناقصة ومشات طلعت وانا بقيت مصدومة. وهو يقول اش هاد الشوهة لابسة؟ قلت ليه بلا ما تحاول تحكم فيا
احكم في هذيك خيتي اللي من الصباح وانتوما كتعانقوا قدام الناس، كاينه شي شوه اكثر من هذيك؟ اضحك وقال ياك ما جاتك الغيره منها نعنقك تنتي. جا قرب ليا وانا نهرب لجهه الريستو فين كنتغداو وطلبنا الغدا، وقلت دابا انت عايش حياتك فرحان وساميه ما عرفت اش من قرينه فين كاينه؟ قال هي اللي دارتها لراسها وما نبغيكش تحاودي تجبدي ليا هذا الموضوع. قلت واخا نعرف فين بغيتي تمشي؟ قال بدينا الحكام من دابا. قلت اش من حكام؟ علاش كتهضر؟ ما فهمتش. قال ليا كتفهمي غير اللي عجبك، انا عندي اجتماع في وطيل الشاون. قلت له اه باغي تلاقاها ياك؟ قال ليا شكون هادي؟ قلت ليه ساميه، راني شفت الطرد اللي جاك من عندها وشفت العنوان فين كاينه، هو نفس الوطيل. قال لي ما طلعتي سهلة حتى انتي مراقباني. قلت له ما مراقباكش، طرد جابوه ليا بالغلط، المهم بغيت نمشي معاك. قال ما عندك فين تمشي؟ انا غادي نمشي نفك هاد الحريرة. قلت لي خاصني نمشي معاك، خاصني نوقف مع اختي، عارفك باغي تمشي تزيد تحطمها باش تفرق عليك وترجع لهاد ميخية اللي كتسناك. قال ما نعاودش نسمعك قلتي ميخية لختي ولا ما غيعجبك حال. قال لك ختو وحتى نكون انا حمقى ونطيقة، عرفتو ما غيبغيش يديني وطاحت ليا فكره في راسي. وقلت لي صافي صافي ما بقيتش غنمشي، اصلا عندي رونديفو مع واحد السيد. قال لي وهو معصب شكون وفين تعرفتي عليه؟ قلت ليه البارحه عرض عليا وهو يقول لي يلا نوضي تقعدي بدلي حوايجك كيعجبوك الرجال يتمنظروا فيك. قالت لك رونديفو وزوينه هادي، مشيت بالزربة ولبست حوايج اخرين وهزيت ساكي وفيستا ديال الجين اللي يكون البرد بالليل، وهبطت عنده وركبنا في الطوموبيل، شدينا الطريق حتى وصلنا للوطي وهو يقول لي لبسي هذيك الفاست عاد هبطي. مشينا للاستقبال وقال لي هون ساميه الفيلالي نازله عندكم، الا كان ممكن قولوا لها بغينا نشوفوها. قال له هذاك اللي في الاستقبال شكون نقول لها؟ قال له قولها نجيم. قال لي دابا عاد خرجات تقدروا تسناوها. قال لي واخا شكرا. مشينا لواحد القهوه وكنت كنحس بالسخفه، نسيت دوايا خلى حالتي تضطرب وكنت كنتنفس بصعوبه. نجيم لاحظ هاد الشيء وقال لي واش خديتي دواك؟ قلت له لا نسيتو وكنحس براسي ماشي تلتما. قال علاش ما كتهلايش في راسك؟ واش بغيتي تموتي؟ قلت سواء مت ولا بقيت حيه ما كاينش فرق. قال ما تقوليش هكا، واش ما غتبقاش فيك اختك الا وقعت لك شي حاجه؟ بديت كنبكي وعنقني وبدا كيواسي فيا شويه حتى سمعنا شي واحد كيصفق مورانا وقالت نجيم لقيتي البديل داكشي علاش قلبتي عليا؟ قلت لا ما تفهميش غلط، راه كنت حسيت بالتصرفيقه في وجهي. وقالت ليا انتي ما صدقتي قليله الاصل. قال نجيم بارك عليا من هاد الهضرة الخاوية وجلسوا نهضروا، وهي تقول سامية أنا عيانة وما عندي علاش نهضر. قال نجيم لا 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 عندنا علاش نهضروا وماشي فين ما رشقات لك تهديني. قلت أش من تهديد علاش كتهضروا؟ سامية قالت ما فيا ما يزيد يسمع شي إهانة بحال اللي سمعت من اختك البارح. ناضت سامية وتبعتها وقلت ليها اختي خليني نمشي معاك. قالت غنكون مرتاحه الى عطيتيني اتساع. بقيت تابعها وكنرغبها وكنقول ليها باللي ما بيني وبين نجيم والو وما بغاتش تسمعني. زدحت عليا الباب ورجعت انا لعند نجيم، لقيته باقي جالس وقلت ليه ممكن تحجز ليا هنا وملي نرجع نرد لك فلوسك. قال لي مرحبا ولكن بشرط اليوم بالليل تخرجي معايا. قلت له واخا. حجزت غرفه حدا اختي ومشيت نعس. نجيم حتى هو شد غرفة ومشد تكا فيها وكيفكر وكيقول اليوم غنعاود ليها كل شي، أنا شاك هي ما عندها حتى شي علاقة واختها غير كتهددني بها بلا خبارها، غنهضر معاها وإلى ما لقيت عندها علاقة غنعترف ليها بحبي حيت بالصح كنبغيها. يا ربي تكون بادئة وما عندها علاقة. وصلت لحداش ديال الليل وهبطت للجردة دلوطين وبقيت كنتسناها. جميلة كانت ناعسة وضرباتها الفيقة ولكن عرفات نجيم غيكون كيتسناها. كنت ناعسة وضرباتني الفيقة وما عندي ساعة ولكن عرفت نجيم غيكون كيتسنى.
قديت حالتي ولبست حوايجي وهبط وبديت كنقلب عليه وبان ليا جالس في الجردة. مشيت عنده وسلم عليا في وجهي. بقيت مصدومة. جلسني حداه وقال جميلة أنا أختك ما بيني وبينها والو، ومن نهار كنت خدام مع سعد وهي كتحاول تقرب ليا وعمري ما عطيتها فرصة. ونهار سعد اختالت الفلوس في الشركة قررت نتخلى عليه ودرت شركتي بوحدي. ما بغيتش نفضحو حيت كان صاحبي، وعرفتو باللي هذوك الفلوس خداهم غير باش يحقق لسامية المطالب اللي كانت كتطلب مني، وعرفتو كيبغيها بزاف وقررت نبعد عليه باش هي تفرق عليا. ولكن ما كانش كيحساب لي راها غتبعني وتبقى تهددني. قلت وعلاش بقيتي ساكت وما فضحتيهاش؟ قال كنت خايف، كانت قالت لي باللي عندها اختها صحفية اللي هي انتي وعندك شي حاجة عليا. قلت علاش ما قلتيش لي هاد الشي من الاول؟ انا هاد الشي ما في خباريش وما نقدرش نديرو. انا سعد صيفطني نرجعها له وهددني بوالدية، داك الشي علاش جيت؟ قال انتي ما عطيتينيش فرصة. قلت ليه عفاك يلا نتمشاو شوية راني تخنقت. بدينا كنتمشاو شوية وتعكلت وطحت. جا نجيم كيجري وحيت شعري من على وجهي وبدينا كنتشوفو. ياك ما تقصحتي من الطيحة؟ قلت لا. وهو يقول لي ما عندكش علاقة بالتهديد ديال سامية؟ انا بقيت ساكتة ما جاوبتوش. قال غدا خاصنا نهضروا معها باش ترجع لراجلها ولادها. قلت خليني انا غنهضر معها ونقنعها. وقال لي واخا يلا نوصلك لبيتك. دخلت لبيتي ووقفت قدام المراية كنفكر في كلامه، اكيد كنبغيه وهو كيبادلني الشعور. ولكن بقيت ساكتة ملي سولني واش عندي علاقة بالتهديد ديال سامي. لحقاش كون قلت له لا كان غيعترف ليا بحبه، واختي ما غتقدرش تقبلها. اوف اشداني ندخلو القلب ومشيت ننعس باش ننساه شويه. نجيم كان معصب وطالع له الدم حيت لقى عندها علاقه بتهديد ساميه، وفي نفس الوقت هو باقي كيبغيها وما قادرش يكرهها. هدر مع اختو في التليفون وعاود ليها كل شيء، وهي تقول لي شوف اخويا اعطي الجميله فرصه، ممكن تكون غلطات وغتكون ندمات. وداك النهار شفت في عينيها الغيره ملي شافتنا معانقين. وهو يقول نجيم ما قادرش نسمح ليها وما قادرش نساها، ما عرفت ما ندير. فقت صباح على الدقان في الباب، حليت الباب ولقيتها ساميه عنقاتني وبدات كتبكي، وعودت ليا نفس الهضره اللي قال ليا نجيم، وقالت ليا باللي اكتشفت انها كتبغي سعد وغير كانت ظالمه، وطلبات مني نعتذر من نجيم حيت ما قدرتش تهدر معاه. هزات تليفونها وصونات على سعد وطلبات منه السماحة. خرجت أنا وخليتهم كيهضروا على راحتهم. هبطت وشفت نجيم كيركف طوموبيلته ومشيت لعندو بالجرع. حسيت بالخوف لما نعودش نشوفه. عيطت عليه وقلت نجيم بغيتي تمشي بلا ما توادع معانا؟ نجيم كيهضر وحادر راسه. قال عييت نتسنى يحساب لي مشيته. قلت ليه هدرت مع سامية وقالت لي باللي كان داك الشي تهور منها، وحيت سعد كان ملاهي مع الخدمة بزاف حسات أنه هاملها، وكنتي انت كتعاملها مزيان داك الشي علاش لصقات فيك، وهي دابا ندمانة وطالبة منك السماحة. قال أنا مسامحها حيت ديما معتبرها أختي ومرات صاحبي. قلت له شكرا سمح لي حتى أنا كنت ظالمك وصدق قلبك كبير. قال ماشي مشكل، المهم حوايجك وتليفونك غنصيفطهم ليك مع الشيفور. قلت ليه شكرا وسلم عليا ومشى في حاله. حسيت بحال شي خنجر تغرس في قلبي، علاش ولا كيعاملني ببرود؟ واخا رافضه تكون بيناتنا علاقه ولكن ما نقدرش نتحمل هذا التعامل منه. حسيت بالدموع كينزلوا ليا من عيني وطلعت عند ساميه وهي تقول ليا جميله سعد فرحان بزاف وكيسول عليك وتخلع من اللي تقطعات خبارك، شوفي راه جمعت حوايجي وعيطت للطاكسي دينا للدار. ما بقيتش قادره نصبر، توحشت راجلي وولادي. هي كانت كتهضر وكتنقص وانا كنت مرفوعه ومبتسمه وقلبي ما بقاش معايا. نجيم خداه معاه، كيفاش غنقدر نعيش بوحدي؟ ساميه غترجع لراجلها وولادها وانا غنرجع جسد بلا روح.
ركبنا في الطاكسي وانا ساهية ومصدوم، وهي تقول سامي: جميلة مالك ياك ما كتبغي؟ قلت: شكون هو؟ قالت: نجيم، بان لي بحال اللي هو معجب بك، كيدير فيك الشوفات ديال الاعجاب والحب، وشفتكم البارح بالليل. تلفت ما عرفت ما نقول، وهي تقول سامية: وصلنا حدا دارها وعيات زاوقني وما بغيتش نزل، ومشيت لداري بقيت كنبكي حتى تسالى ودموعي علاش هاد السهر، وسمعت الدقان وحليت ولقيتو الشيفوه. هادو حوايجك مدموازيل جميلة؟ شديتهم وسديت الباب. بقيت على هاديك الحالة تقريبا يومين ما كنهضر مع حتى واحد. مشيت عند الطبيب وقال لي خاصك الراحة، بدلت مهنتي وقررت نخدم كاتبة باش ننسى. ودازت 15 يوم على هاد الشي، وفقت في الصباح وخرجت شريت باش نفطر، أرجعت وخليت باب الشقة محلول، وبقيت كنخمل في الدار ونبدلها الديكور، ودايرة موسيقى في ودني. المهم عوالة على التغيير، وخا قلبي باقي مريض. بقيت كنخمل هنا ولهيه، نجر هادي ونحط هادي، حتى حسيت بشي ايد تحطات عليا وانا نغوت، وهو يقول: باقا كتخلعي. احتضرت ولقيته هو، قلت: ما غاديش تهنى حتى تسكت ليا قلبي. اجي بعدا، واش ما علموكش تدق الباب؟ قال لي: عييت ندق ما هدر حتى واحد وانا ندخل. واش ما غتعرضيش عليا؟ قلت: لا مرحبا، راه غير التلفه وصافي، شنو بغيتي تشرب؟ قال: بغيتك انتي. وقلت له: ياك ماشي فلوس كتسالهم ليا. قال: ساميه هضرات معايا وعودات ليا على حالتك، وقالت ليا باللي ما عندك حتى دخل، وداك النهار بقيتي ساكته باش هي ما تجرحش. حرام عليك، بغيتي تعذبينا هكا؟ انا جمعت قوتي وهضرت: واش كنتي كتسناها حتى تقولها لك حتى تجي؟ قال لي: لا والله، من شحال هادي وانا باغي نجي نسامح معك ونطلب ايدك للزواج، وكنت خايف ترفضيني، ولكن مني هضرات معايا سامية ما ترددتش وجيت عندك. بقيت مصدومة، فرحت بزاف وقبلت العرض ديالو، وخرج معطل، ولكن انا كنبغيه وما نقدرش نرفضه. وتزوجنا انا ونجيم وسط عائلتي وعائلته، وعشنا السعادة وخفي الغيرة الزايدة. وهذه هي حكايتي.